لا في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا الاول اليوم، بون ضيفنا الوحيد كما قلت بعد وفاه شقيق الاستاذ فتح المولدي. موجود بحضرنا خالد القربي. خالد القربي راح بيك. مرحبا بك خالد. مرحبا بكم، مرحبا بجسمه فينا الكل. شنو الامور خويا؟ الحمد لله. تلهي الضي جيت جري ها؟ جري والله جيت جري. مازال لي كونديسيون فيزيك توا ولا شوي شوي. انت كنت معروف باللي كونديسيون فيزيك نتاعك في التيران هاو كبرنا بالحق والله كبرنا. ماكش تعمل في سبور عندك؟ لا تريني في الصغيرات. الصغيرات تريني اونترينور عندي الاكاديمي نتاعي تريني فيها. حتى في العمر مازلت صغير خالد انت تو نحكيو بعد شويه. خويا مازال لا ماتش كورة في تونس اخي، كورة مازالت في تونس اخي، ماتش فما كورة لا فما كونديسيون تاع كورة لا فما تيرانات تنجم تكور فيهم لا شيء. صحيح. باهي خالد خلينا نبداو الحوار معاك. وينك اليوم بعد شوية على الكورة في تونس؟ كما قلت كنت تحكي خلف الديت، ما علاش بالضبط؟ والله كما قلت لك فماش لي كونديسيون المرتاحين باش تخلي لي زونسيان جوار معناتها ينبوزي رواحهم ولا واحد دي زونترنيل القدوم مازالوا مكبشين بيديهم ساقية وما حبوش يسايبوا. نورمالمون معناتها يعطيو شوية دخول بقوة ذي نجموا يتغشوا عليك يتغشوا ولا يتغشوا شو أمورهم معناتها. بالنسبة لي أنا نقول في الحقيقة اللي مش عاجبه خويا ما يسمعنيش. فالكل معناها ولا كل بيان سير تشوف فيهم الوجوه هما بيدا مبار ثلاثة هما بيدا مبار معين والأسعد وشكون آخر معناتها هذوما هما ومجدي تراوي ما فماش باقي هما لي زونسيان جوار واللي عندهم اكسبيريونس في الكوره وسيرتو في ليكيب ناسيونال ماهوش موجودين. ايام فما سامي عندهم اكسبيريونس مثلا كيما فوزي بنزرتي ما نجمش تقول كبر فوزي. بالنسبه لي انا كبر عطا بالبدايه في الكوره التونسيه ما كبر معناتها فيرغسون في العالم على سان فانجير كبار هكا بطل فيرغسون مارسن فانجير بطل فجاه سرتم ناج بطل فيه معناتها تولي تطيح قدر في الاخ كيما جوار معناتها يعطي يجي ان سيتان مومون يزمو يبطل خاطر بعديك تولي تطيح قدر دونك يزيهم تقول هذا سيمي هذوما مش يزيهم امورهم كامل كامل يكمل على روح. باهي اش تعمل اليوم خالد؟ شنو برنامجك؟ انا نعرف انك ظهر لي كنا نحكيو حتى في الاوف في قطر قاعد تقرا غادي نقرا في لي ديجري نتاعي ان شاء الله باش نرجع وقتي تتحل ان شاء الله نكمل لي ديجري نتاعي غاديك ان شاء الله. هذيك عندي اكاديميه راني فيهم في الصغيرات فهمت اكاديمي الحمد لله معناتها صغيرات نعلموا فيهم وان شاء الله ربي يجيبهم في السويب. علاش شو انك تمشي لقطر؟ على خاطر راني قلت لك لي كونديسيون تاع القرايه ونتاع نتاع النيفو نتاع كل شيء غاديك خير من هنا برشا. فما سيمي كبار موجودين غادي برشا سيمي كبار برشا مثلا يوسف شيبو فما كزافي غاديك شاد لاسباي فما برشا سيمي كبار. لا مش اللي موجود نحكي على اللي قريب غادي كلها كبار يوسف شيبو قاعد يقرا برشا سامي كبيره من نسيت اساميها من برشا كبار برشا معناتها سامي كبيره تجي غاديك تقرا فهمت سينون الاكاديمي نتاعك فما اللي تباهين نجم والله فما ان شاء الله باش نجم ان شاء الله فما ثلاث اربع كعبات فيهم الضوء ان شاء الله لنصيوهم خلي تحل شوي هالكورونا دي وان شاء الله الناس. انت زلقت قلت لنا ما عرفش زلقت ولا قلت نهزهم وش تهزهم؟ نهزهم معناتها جمعيات في تونس معناتها مش حاجه معينه معناها لا نهزهم جمعيات في تونس معناتها اللي نعرف الجمعيه اللي تتلهي بهم وتكمل معناتها يلقاو راحتهم ولي كونديسيون باهيين باش يوصلوا. ولاهي باهي انت خالد لاهي باهي انا وعندي لي زونترينور نتاعي انت تقف على كل شيء انا نقف على كل شيء. فما خاطر من العباد قدم اللي يعملوا اكاديميه كخليها لونتر لا انا واقف عليها كل صغيره وكبيره معناها غرام لا مغروم انا لا يبيع من الصغير من الصغيره معناتها كل صغيره وكبيره ولي رينيون مع لي زونترونور معناتها عندنا بروجرام تاع خدمه تاع عام كامل. باهي خلينا نرجع بك شويه بالزمان خالد تحكي شويه على البدايات في الكوره كيف من نوبه انت نعرفك بديت انا بديت لا في الاسبيرونس بديت مش من نوبه لا لعبت كول في الاسبيرونس هكا ما لعبتش كول مشيت تستي في الاسبيرونس عملت تيست في الاسبيرونس انا صغير 6 ans ولا 7 ans وبعديك فما لي كونديسيون غاديك قبل كانت في لي جون حاجات غريبه ياسر اخي رجعت مشيت المنوبه فسر لي الساعه شو حاجات غريبه حاجات غريبه في الاسبيرونس لازم بالله كثير في الصغرى وقت هو مش كان في الاسبيرونس الحقيقه في الجمعيات الكل الحكايه تبع موجودين وقت بالله كثير غاديك في الاسبيرونس كاو اخي وحكم قرايتي وكل شيء قعدت رجعت لحومتي منوبه عديت بريسك 7 سنين ولا قديش بعديك شريتني ستاد من الاسبيرونس واحده ما قبلوكش في الاسبيرونس ولا قبلوك لا ما تقبلت اما لي كونديسيون غاديك قويه ياسر معناتها ما تقبل كانت كونديسيون في الاسبيرونس قبل تو تنحات
من قبل كانت اللي بو لابس عليه واحد كل شيء هو اللي يلا. يخليوه صحيح اي موجود حتى تاع الحكايه هذه. مشيت للمنوبه يكون ميني شنو ميني ميني انت زدت تقول دخلت بلاكتيف في المنوبه بوك كان يعام في الجامعه كان بريزيدون منوبة ولا بريزيدون كان بريزيدون منوبة مالي ما وقت مشيت انا للمنوبة مشيت نعم في تيست ما في بالوش ولي انا مشيت نعم في تيست في بالوش بيك ما في بالوش وتقبلت ومن بعديك بس فمعنى ما عندوش عليك سمعت لك الكلمة ذي انت ايه سمعت بيه قد عملت يا منوبة سبع سنين حتى السينيور عملت لا مو السينيور حطيك شي الكادي اغار من الكادي اغار خطفتك استاد خذتني استاد وخلع ماتش اميكال كونتر ما خذوني بالوقت وقت بيه طلع الكيبة في الستاد كيف جيت والله وقتها طلعني وقت مصف عرفيوي وقت طلعني مصف عرفيوي وقت عمري 17 سنين طلعت طلعت عند مصف عرفيوي وبديت نلعب عمري 17 سنين أول ماتش لعبته كتر حمل الف وقت ربحنا 2-0 بيه التجربة في الستاد كما قد عملت 4 سنين 3 سنين لا أكثر عملت من عمري 13 عام حتكش البنتي نوع في الستاد كيفاش تحكم عليها وصلت كابيتان انت هذه في الستاد وانت صغير كابيتان عمري 19 كابيتان الحقيقه عنده فضل كبير استاد باش وصلت لينا فيه تو معناتها عنده فضل كبير وقفوا معايا الحقيقه وعندهم فضل كبير على خد القربي بعد مشيت لاسبيرونس كيف جا اللوفه من لاسبيرونس شريتني لاسبيرونس اون 2008 فان 2008 شريتني من استاد وقتها انا فان كونترا مع برشا كانوا يحبوا عليك برشا لتوال والاسبيرونس والكلوب افريكان علي اخترت الاسبيرونس بذل خاطر من قبل نحب نلعب في الاسبيرونس امنيتي نلعب نص الاسبيرونس خاطر في صغير تظلمت دونك حطيت اوبجيكتيف في حياتي نص نلعب في الاسبيرونس وانت مكشخ صغير يعني والله مكشخ صغير فهمت باهي قلت لك كيف جاي العرف شكون كلمك وقتها كلمني الحقيقه سي حمد الميد ديريكتومون انا ماشي بصح في لتوال وقت الصباح ماشي في طريق السوسه من الصح كلمني دورت كهرباء ورجعت في صحة في الاسبيرونس كنت متفاهم على كل شيء مع ليتوال متفاهم على كل شيء رجعت خاطر فلوس اكثر لا والله لا ورث بمحمد الدوبل ليتوال لا بون والله ليتوال دوبل فضلت دريس عطاني الدوبل وقت فضلت صح في الاسبيرونس عليه هذا كل خاطر قعدت دي في قلبك دي في ونحن نلعب في الاسبيرونس تبر ما تحبش الاسبيرونس زمان كبيره واي واحد يتمنى يمشي يلعب في الاسبيرونس ظهر لي احسن فتره كانت فتره جيليكا بيان سور احسن في البيريود في الاسبيرونس حتى في الكلوب افريكان بيريود باهي الحقيقه تونجيو خلينا نحكي على الاسبيرونس لا تمشي للكلوب فتره بيان سور باهي مادام هز 9 تترويت ولا 8 تترويت مع الاسبيرونس الفتره كنت تكون كان باهي زيد مع تترويت الكل صحيح وكنت حتى من اللاعبين اللي يحبهم الجمهور ويغني بيهم ويعتبرك مثال حتى الفيديليتي وعشق المريول وكل الكلام هذاك عملوا معايا برشا باهي وقفوا معايا سيرتو جات بيريود صغيره خايبه مع دي كاستيل تعركت معاه وقتها نترو الفيديو جيراننا من بعد تعركت معاه فهمت وقفوا معايا وجاو هبطوا باندرول في رادس كبير بتصويرتي الحقيقة وقفوا معايا للآخر دقيقة وقفوا معايا بيه شنو هو الحاجات الخايبين اللي كانوا في البريود هذيك في الاسبيرونس؟ اي حتى شيء كل شيء كان بيه كل شيء بيه كان الكوب دي موند دي كلوب بيه مادام انت جبت على الكوب دي موند دي كلوب شنو صار؟ تو نقطة غامضة والله العظيم كل واحد شنو يقول واحد يقول لك واحد يقول لي نبيل معلول ملاعب ما حبش يلعبك حاب يبيع الدراجي واحد يقول كل هذا شيء يقول لك التوا انا مانيش فاهم هذا الشيء انا الوحيد الجوار انا وليد ليش لاعبين كوب دافريك 2011 كامله فتلاتنا حتى ماتش يقول لي شنو صار والله لا نعرف والله لا نعرف ما سالتش ما نحبش نسى سمعت انك خاطر كل واحد يرمي في الكوره الا الواحد ما نحبش فما كلام خرج انك ذهبت ملاعب في الاونترينمون لا والله لا انا غير ما تو الكلام تاع العباد وقتها يقولوا هكيك مثلا كل واحد يخرج كل واحد يرمي الكوره الواحد واحد يرمي الكوره للبريزيدون واحد يرمي الكوره للاونترينور مش تبع الحكي قلت لي خاطر هذا حابوا يلعبوا دراجي من شنو علاقتك بدراجي معناها انت وقتها ما نلعبوا بترو بيفو وقتها لعبنا دو ولعب وقتها في الكوب دافريكا كامل نلعبوا بترو بيفو قالوا لي ارتاح انت باش تلعب كونتر البارسا في بينهم لسه باش نربحوا السد في بينهم سي وقت نبيل معلول يا اخي خسر فقط نقولوا كان لعب تراوي المولي يلعبوه تراوي المولي اي اما انا نلعب مهم شو ما يلعب انا نلعب قبل صارت انت تماكنيك ما نحبش ندخل فيها الديتايل هما قاعده هذيك هي البوانوار اللي في حياتي وكا وانا بنتو كا ما نسمحش اللي عملها ما نسمحوش وكا يتعرفوا شكون والله ليه والله قول لي خليه بينه وبين ربي قول لي ما نحبش نقول نفهمك ما تقول لي والله العظيم انا نعرف
كل واحد نمشي نحكي معهم راهو العبيد المعينين نمشي نحكي حكيت معهم وكل واحد كل واحد يرمي كره نبيل معلول ش حكيت معه ايش قال لك واش حكيت معه نبيل معلول قال لي نبيل معلول ريت من بعد الكوديمون ندم قال لي راني ندمت اللي انت ما لعبتكش قال لي راهو مش مني انا حاجه اقوى من باه مش نبيل معلول معناها حكيت مع مسؤولين لا حكيتش خاطر وقت الديريكت خرجت انا ديريكت شيت القطر مع رئيس النادي ما حكيتش خر وقت الديريكت جبت كلوزي فيتوار وقتها نتاعي في الكونترا وخرجت على روحي ما حبيتش نسرح حتى شيء خاطر قلت لك بالك حكيت مع مسؤولين مسؤولين كل واحد شي يقول لك المسؤولين يقول لك لونك ما نقولكش انا شكون مسؤولين ما نحبش خليهم بينهم بين ربي اللي عمل يلقى فعله هكا وانتي به الكواليس حكينا شويه على الكواليس مقابله مازنبي خالد الشهير شنو صار الماتش هذاك بخلاف الحكم و الاسبيرونس كانوا لاعبين مش في نهارهم معناها لا 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 ما كنتش تحسوها كيفنا نحن نحسوا فيها نهارتها راه وصلونا لساعه التيران مخر فيسير ما فماش ما عطونيش فيسير بدلوا في الكار وبدلوا فوز جبريسك فوز العبيد الاربيتر ساعه ما نحكي لكش ماهوش موجود جمله الاربيتر تفوت السطر يزف ريحته بتشرب شنو حكايتها الاربيتر ماهوش نورمال ماهوش صحيح صحيح اللي انا سالي يقول لي اعمل حاجه ماهيش نورمال شو بدها عشان انت قلت ما تحكيش ما تنجمش تحكي معه بالرجل في عالمية شميت ريحه انت ولا من انا سالي بكشي ريحته ولا سالي ايه نعرس خير الاربيتر تفوت السنتر فوت ما فهميش ما فنلعبنيش خلنيش نلعب وجمله الاربيتر ما خلنيش نلعب وجمله اي كوميه مش خمسه والله العظيم اكثر يعطيونا كز الدنيا الدنيا يعطيونا اكثر باللي كونديسيون اللي فيها ما تنجمش تلعب كيما الكلوب ليه ما نعرفش دخلنيش بالمواضيع هذوما ما ندخلش فيهم ما نعرفش خويا نحن نارتا خويا انا نفوز تيران اللي شفت عمري ما شفته في تاريخ الكره عمري عمر الكلوب معناها 3-8 معناها عادي معناها ولا فم شنو فيه الملعب هذاك معناها في شيء ما في شيء مازنبي قويه ولا شي فما يصيروا حاجات ولا شنو يصيروا والله يصيروا في التاسوتو في التران هذاك مع البريزيدون هذاك راهم يصيروا برشا حاجات تتوقع حاجه باه كيف كيف من المقابلات خلينا نقول بدينا بالخايب نحن طبعا نجيو للباهي المقابلات السيئه خالد ليك مقابله ليتوال ليسبيرونس 5 بلاش هذاك مع النجم الساحلي نعتبرها من أسوأ مغذيك عليك كيف كيف نجم تكون هي وما زنبي نجم تكون ما كانش تسبونس في نهارتها في نهارها ما كناش في نهارتنا نجم لا ما كناش ما كانش في ماربيتر لا 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 ما كناش وقتها في نهارتنا ما نيش مخنا ما فهمتش الماتش هذاك شنو وزرتو وقتها زادا مايكل ما مايكل جا مخر من نيجيريا ما لعبوش وقتها نبيل معلول دونك جيرا ونجور صورة ونورمال في الكرة جي تشوف في بطولة العالم مانشستر سيتي تخسر 5 الأخرى نورمال بعد في الكوب ذا اللي رجعت ريفونس ايه عملتها زينة تريبلي ما صارتش في تاريخ الاسبيرانس في تاريخ كرة ما الاسبيرانس عمره ما هز تريبلي زينة كوب وشامبيونا وكوب دافريك وانتي كان عندك فضل هذه في خاصة في ماتش الكوب كي خرجت سانتوس اي وقت زاد حتى في الماتش هذاك ما تخناش بليا وقت هما خير منا وقت لعبوا خير منا كان ما خرجتش هذاك الحمراء برشا اي بيان سور تقلب بروفوكاسيون تبع الكور تشي خالد كي تبروفوك ملياعبي كي تخرجوا مش بيان سور تخرجوا على اعصاب شكون الرابح نحن رابحين اخي خرج هو راه 15 مينوت دو جو راه لعبنا مرتاحين على الاخر بعد 5 مينوت ولا 10 مينوت راه ماركينا اش عملت؟ ما طلوش شيء واحد خرج ما تحكيش الحكايه اللي عملتها له اصلا ما تحكيش هذيك الكونديسيون تاع ماتش راه ما انت في العالم كامل هكا ما حكيش معاك بعد حاجه ماشي على روحك ماشي على روحك صمت 3 ايام ولا مالي بعدك الحلفه نتاع رباعي هزيت انا تسمى بديت اللي هزيت وانت والله تتسمى رباعي مش تيتر عندي في الدق الكوره عندي انت ما قصدتش هذاك ما قصدتش هذاك ما هو كتيتر جاني انا جاني نيور جوار نتاع الكوباراب هذيك كامله خديتها تيتر عندي في الدار تو ندمت على حاجات عملتهم خالد في المسيره في الترجي وقتها ولا حتى جمعيات اخرين انك مثلا تسمى عليك ملاعب مستفز شويه تعمل برشا بروفوكاسيون ندمت على والله العظيم والله العظيم ما ندمت على حتى حتى شيء في الكوره الحمد لله خاطر يقولوا البارا خالد الانسان ما حلاهوش عارف الناس الكل تعرف لما في التيران هذوك هم اصعب ريبوست في الكوره هي البيفور مش بيو دوزيام بيفو كيما مجدي كان يلعب معايا اصعب بوست هو البيفو اللي قدام الديفونس الدهك الكل عليه وديما على اعصابه تتفكروا كرة ساعه بونتو يجري يسمى فك كوره يكسر اللاعب يعمل بروفوكاسيون برشا معناتها
باهي قد عملت من عام في الدراسة 2008 تعطيكش 2012 دونك كيفاش تقيم هذه التجربة؟ أربع سنين والله الحمد لله مادام هزيت تترويت برشا تترويت أحسن تجربة ليك ناسيونال وخذيت برشا دي تيتر من الميور جوار وخذيت برشا حاجات باهي دونك بتكون كانت تجربة ناجحة. علاش خرجت؟ أول حاجة خرجت خاطر ماني قلت لك كونديسيون معناتها في الآخر ولات سوتو معينة مش باهي سوتو الكوب دي موند هذيك اللي خلتني شنو صار باش تبدل خاطر كنت ملاعبي أساسي كنت ملاعبي مهم كنت ملاعبي محبوب من الجمهور نعرف شنو صار؟ ما صار شيء صارت العركة ذكرها من كنت الويديات فينال مع دي كاستيل اللي غاديكا بعدها مو سينابيل مشي على روح جاي دي كاستيل قعد شد البغ فهمت روحت من الكيب ناسيونال انا كوب دافريك وقت مشيت نحكي معه الرجل قال لي بالنسبة لي انا متلعبش معي قعد شد البغ فهمت. مشيت نحكي مع المسؤولين قلت راهو هذا ما ترانيش عنده تراب ما ترانيش بالنسبة لي انا ما ترانيش عنده واحد كياد فهمت زيد دبشي هبط نترينا مع الاسبوع وحدي كي كلمت سي حمدي قلت له ما تخلينيش في المشاكل ما نحبش مع مشاكل اش قال مادام ماشي معاه ريزيتا هاني باش نهم باش ما عملش مشاكل معاه نهبط دبشي قال لي اليوم الحقيقه سي حمدي وقف معايا برشا قال لي اليوم اللي قلت له والله سي حمدي خليني نبرد شويه وجهي مشيت نترينا مع الاسبوع وانا مع الاسبوع كا ومن بعديك بدات تتداور يوم مع مع لي ريزيتا كل شيء كا وطلبني سي حمدي قال لي ارجع ترين على روحك راه شمت كبيره باش نحي ورا وماتش ماتش فيه معناتها طلع معناتها يعني في برشا مشاكل مع جواريت ويضرب راس براس وترى شنو رجعت وبعديك جاتني قطر جات عندي كلوز بيراتوار وقتها 800 الف وجبتها ومشيت على روحي حبيت على الحقيقه وقتها رجعوا سينا رجعت سينا بالمعلول شد في سي اقعد 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 انا قلت خليني نمشي نجرب اكسبيرينس اخرى وكا لو على فلوس فما ليه ليه مش والله ليه مش حكيت فلوس فما سيت مومون في الكوره كي تز برشا تيتويت وتز كل شيء راهو يزم تمشي على روحك تخلي بلاصه لغيرك فهمت والله مش ديما قلت لعبه كده في القيمه نتاعك انت خاطر متفكر كنت ما شاء الله في الاكسبيرينس معناها بقدرك من احسن لاعبيه معناتها اي اما راه وانت مثلا كي انا ساعات في اسبيرونس فما شنو اوبجيكتيف اكثر حاجه هي الشامبيونز ليغ الشامبيونز ليغ تاع هزيناها وتعبنا عليها وكل شيء قلت خلينا نجرب اكسبيرونس ابري تو الاسبيرونس نجم نرجع لها جمعيتي فهمت نجم نرجع لها تو مومون فهمت نجرب اكسبيرونس خرجت راه بصحبه مع ناس الكل وحبوني ناس الكل وكي خرجت من الاسبيرونس عملت كلوز عملوا لي كلوز اسبيرونس كي نمشي لقطر ما عنديش الحق كي نرجع لتونس الا ما الا ما جمع ما نلعب في تونس كان في الاسبيرونس ما كنتش ندفع مليار صحيني في ورقه هكا رجعت لعبت في البلوب انت رجعت فيهم شنو صار وقتها فيهم بنيت بعض البلوب والاسبيرونس فيهم فين تمشي فيهم باش ما سماش ما يخلصوش مليار فهمت سليم الرياح وحمد المدب ما نعرفش اللي ديتا والله ما نعرف حتى نجيو بعد المشي للكلوب خلينا نكمل شويه على الاسبيرونس علاش مشيت للسيليه وقتها كنت متالق علاش مش اوروبا خاطر خاطر جاني لي زوفر وقتها 2010 و 2009 وما خلانيش الحمد من المانيا من المانيا جاني برشا دي زوفر وجاتني من بورصه سبور في تركيا جاني وقعدت معاهم على جون تاعي في لهنا في لوتيل لهنا وكل شيء ما سايبونيش وقتها عندهم عندنا الاسبيرونس وقتها بجيتي باش ننزل تشامبيونز ليغ ما يخرج حتى حد من تشامبيونز ليغ وقتها ما كان عندك شيء ما عندي شيء وقتها جيت كان قطر لموك شويه على الخرجه في نهايه عقد ليه جبت لهم فلوس كلوز خرجت كلوز 800 الف يورو 900 الف يورو وقتها دون لو طون راه 2012 900 الف يورو تنجم تكون نجم نقولوا خالد هرب من المنافسه زاد ولا كان وقتها برشا بيفوات المولي هراوي زويغي عوافي بالعكس نحب الديفيت نحب هذوما الكل انا لعبت في ليكيب ناسيونال في طومبوك لي بيفو طومبوك لعبت معاهم وكي جيت لاسبيرونس فما ثمانيه بيفوات مستا ثمانيه سيف الله المحجوبي والحامي ودقرلوي وبرشا ثمانيه ولعبت وفي ليكيب ناسيونال لعبت ما هذوما كل ديفيت عندي انا مريق الروح يا سيليا كيفاش كان ما كانش ناجحه برشا ما كانتش ناجحه خاطر تومبيرامون تاعي امبوسيبل ينجح في قطر غاديك يلعبوا بيردين ما على بالهمش تربح تخسر ما على بالهمش ما خليتش حساب انت ما خليتش ما نعرفش ما نعرفهمش البلاد ما نعرفش ما نصحني حد غاديك ما فهمش تونس انا ظلي من بعد سامي طرابلسي الوحيد التونسي راه من بعد سامي طرابلسي يلعب في غاديك كان يوسف انت قبل يوسف ومن بعد سامي طرابلسي قعدت يمكن 5 سنين 20 سنين ما مشي حتى تونسي كان انا الوحيد فهمتك على ذاك ما نجحتش عام عملت 6 شهور لا عملت عام و3 شهور عملت 6 وشريتني الوكره من السيلي
ترينت عند ميريكان زاري ذا هذه هاي ترينت شوي عندي انا مشيت الوكر وقتها مع سيليا وسام ترابلسي كان في سيليا وقتها ولا لا لا وقتها اللي نزل معناتها مش مدرب تونسي وقت لا لا وقتها مدرب كان يلعب ريد روا في ريال مدريد ولا نسيت اسمه وقت جايبين ما عاونكش ميريكان زاري غادي باش تأقلم شويه ما وقتها سيء انا جاتني وفر من الوكر وحبيت نمشي على روحي وقتها ما قعدتش ترينت عنده جمعة ومشيت على روحي كيف كيف حتى الوكره كيف كيف الوكرة باش نعلي الوكرة نجحت فيها الوكرة كي مشيت لها تلعبات عطيه مشيت لها هنا بقى وخمسة ماتشوات ربحنا ثلاثة منعنا وخذيت مير جوار زادة وقتها كنت الريان الماتش البيفيدة أصعب جمعية وربحناها وكنت باش نعاود راه وكنت باش نعملوا لي كونترا بدو زون بعديك خيرت نروح لتونس عندي بنيتي وعندي عندي بنيتي وقتها حبيت نروح لتونس نجم قلت تجربك الخارجية ما كانش ناجحة برشا خالد في قطر ولا المغرب في قطر نجم تكون 50-50 كان عندي مش نقدر اني قعد في الرجاء اللي كنت في الرجاء اكثر واحدة كنت ناجح فيها يمكن معناتها اما شنو مرب وقتها كي مشى ربي استقبال كبير برشا مجموعه 80000 هاي شفت اما وقتها مو ربي سبحانه يبعث لك حاجه ما تبتلي ما عند الله بعث لي كرول وكرول متعارك انا وياه يعني بكرول تعارك انا وياه ماتش الكامرون اللي صحيت وكرول متعارك انا وياه يعني معناتها ماتش الكامرون وترشنو متعاركين معناتها ماناش متفاهمين وعنده اجون تاعو تونسي يحب يجيب جوارات كم تاع سفيقس البيفو ميب ما بدي فوالا فهمتني دونك علاش علاش عركتو في تونس؟ تعركنا وقت ما مانيش فاهمين من... لا 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 نلعب وقتها مانيش متفاهمين على التكتيك في ليكيب ناسيونال يلعب في التكتيك معناتها مش ما يعرفش ما يعرفش الافريق ويلعب في تكتيك باش يضرنا في الكامرون غادي فوالا اش قلت؟ نورمال قلت له كي اي جوار العالم يحكيو مع ليزونترينور معناتها قلت له مش تكتيك هذا باش تربح بيه لكن هو مسؤول هو إيه هو مسؤول ما فما ديسكسيون فما معناتها فما تحكي مع ليزونترينور بارتو في العالم يحكيو معناتها لي كادر نتاع ليكيب يحكي معاهم اسكو تجي ما تجيش معناتها هو ما يعرفش الافريق ما يعرفش السخانه ما يعرفش الدنيا ما يعرفش مع سي اس اس في الافريق اي ماهوش كيف كيف مش عندي مع سي اس اس كيف كيف مش كيف كيف لي كونديسيون ماهمش كيف كيف ما عجبتوش كيفاش حكيت معاه لا شريف والله ما نعرف دونك جاي للرجاء قال ما حاشش بيه خالد غرب هكا لا من الاول مريق لان بعديك وسوسولو باش يجيبهم مابيدي وباش يجيب له تراسكون هكا هو فيدو ما قعدش من بعدي انا ما قعدش باش ما شهر وروح انت فوزي بنزرتي جابك جابني فوزي كنت صح في الاطوال وقتها يا اخي قال لي فوزي ريال امشي للرجاء باش نقعد في الرجاء يا اخي فوزي قعد في الاطوال فهمت وصارت حتى مشكلة بعد تاع فلوس خلصت فيهم ولا مازلت؟ لا ما خلصت فيهم مش ربحت القضية؟ ربحت وما خلصت فيهم علاش؟ ما عادش عليهم صاروا مشاكل ما عادش عليهم إيه مازلت جاري القضية ولا؟ لا لا تسكرت معناتها ربحتها وبعدها هما ربحوها على خاطر أنا عامل ورقة معاهم وقتها باش نخرج يا أخي ما قريتهاش مليح وقتها لاجون تاعي مش ليه ما خديتها معناتها ورقة فيها فايا هما عاملينها نتاع القانون خسرتها 500 مليون ذا هالي كيكا ليه ليه 150 مليون 150 مليون ايه 500 مليون شخص ياك واخذ قومس لا وش خاص لا 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 دافع الله مكان به كان نهكا نوصل الوقت على الأخبار تسكر تجربتك الأولى في الترجي بعد باش نكمل ونحكيو على بقية مشوارك الكروي خالد القلب يمشيو فاصلوا بعد الأخبار وبعد راجعين في زون ميكس مواصلين حتى الخمسة بتاع العشية اليوم عضيفة الأول